نادي الإفريقي يترجي رياضي تونس. حدث في بطولة تونس. منذ يوم الخميس تربصات مغلقة للإفريقي في الحمامات وللترجي انطلاقا من مدينة قربة. أيضا للجماهير نصيب في عملية الإعداد والتركيز على هذا الحدث لكي يتحول إلى إطار احتفالي ممتع على المدرجات. فما خدمة وصلنا كونسنتراسيون على خاطر لازم يخرج بروبورسيونيل توا هذايا طويلة 35 متر على 30 متر. كل ديربي قبل بجمعتين نقعدوا نعلنوا كونكات 18-20 واحد خموا كل واحد يعطي بروجرام وكسلنا ناخذوا على الدخلة في الأوروب ولا ونقعدوا كل واحد يجيب فكرة والفكرة تتمشى مع الناس كل وكا. نجسموا الفيراز معناها في فوال وإن شاء الله الفوال هذايا باش يكون حاجة أخرى وإن شاء الله نشوفوه في الصاد ونشوفوه في الرياض. هي طول العوام الاخر الدربي ولا الفوق اقوى من اللوط دربيات الفوق توليت العكس نتاع قبل فهمتني خويا ان شاء الله ربي معانا ان شاء الله نربي جمهور. نقترب اذا من الاحتفال بالدربي على الدمياء في انتظار اياب الموسم القادم. امامكم صور لحدث سيبقى وسيحسب في سجل البطوله الحالي. فولفغانغ شتارك ضيف ملعب المدينة الرياضية 7 نوفمبر بيرادس حكم الساحة ألماني يواصل في إدارة سلسلة من الأحداث العالمية. في الأيام الماضية حكم أنجلترا وإيرلندا في تصفيات أوروبا للمونديال. سياسكا موسكو أوسير ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي. وأخيرا شتوتغارت شارك 0-4 في البوندسليغا الألمانية. سمير السليمي وقيس اليعقوبي من جهة، العربي الزواوي ولطفي جبارة من جهة أخرى. أسماء فيها من يدرك جيدا ما للدربي من قيمة ومعنى وتاريخ. هو ربح وانا ربحت، هو ربح وانا ربحت، وهذيك الدربيات. بالنسبة اليوم؟ بالنسبة اليوم ما نعرفش هو شنو يخمم بالضبط، لكن بالنسبة لي أنا الشيء اللي وصلته للملاعبية كون النادي الإفريقي مهما يكون اسمه منافس ديما يلعب من أجل انتصار. إذن ملاحظة حسن جدا من المدرجات. مباراة لترويج صورة جيدة عن الكرة التونسية إلى ملايين المشاهدين. أقل من 30 ثانية ونشاهد الترجي. مراد المالكي توزيعة لسلامة القصدين. نذكر ذهابا بقينا ننتظر نصف ساعة لمتابعة أول فرصة هجومية تذكر بين الجانبين. دقيقتين وعشرين ثانية عصام جمعة في الجهة اليسرى. يسارية ومحاولة أمام زاوية مغلقة. الإفريقي سيبقى في اتجاه مرمى جون جاك تيزيي. أوبينا نوانيري يتدخل ثم معين الشعباني سيباغت حارسه. ما تبقى لدى درامان تراوري.
1-0 النادي الإفريقي يتقدم انتصار أمام الترجي يبحث عليه فريق باب جديد منذ 17 أكتوبر 1997. أمامكم على الصورة أول هدف يقبل الترجي في البطولة منذ 10 مارس منذ الجولة السادسة إياب ولقاء الأولمبيا البيجي. بين وجيه الصغير اللي خذا مكانه على يمين الدفاع وخالد المولهي كرة عادية جدا، تدخل المولهي والسيد شتارك ينظر كابتن الإفريقي. الإنذار الثاني في 9 دقائق للمولهي ورقة حمراء. والله ما فماش عليش، ما تكليت الكورة أنا ما لا غالب، مشي تاكل كورة جات في سقيه لا غالب. شنو نعمل؟ سمير السليمي صحبة قيس اليعقوبي ثنائي أكد أنه يريد للإفريقي صبغة هجومية أكثر واللعب دوما بالدفاع إلى الأمام. الدولي المالي درامان تراوري سيطبق هذه الأفكار الهجومية على الميدان. إعادة لعملية الدقيقة 32 تراوري يتجاوز النيجيري أوبينان وانيري يعمل نفس الشيء مع الشعباني وتسديدة في الشباك. أمامكم العرض البطيء هذا اليوم ثنائي غير محظوظ في محور دفاع الترجي أوبينان الشعباني لدى الدولي الألماني تراوري اعتماد السهل الممتنع في كرة القدم. 2-0 النادي الإفريقي يتقدم والشوط الأول لم ينتهي بعد. تبادل سريع في منتصف الميدان، الإفريقي يركز بوضوح للحد من فاعلية المناري وزعيم في خط الوسط. كرة تنتهي على المساوي اللي يسدد جانبي. الترجي في كل هذا، الترجي اللي منذ 19 ديسمبر ولقاء الذهاب لعب 12 لقاء بطولة، فاز في 9 وتعادل 3 مرات، 30 نقطة من أصل 36 ممكنين. الترجي يعتمد الأداء المباشر، سلام القزداوي وفرصة ذهبية ضاعت. نشاهد من جديد استلام طيب لكن بطء في التسديد والقزداوي يمر بجانب الهدف. ضربة زاوية للترجي مرفوعة من جوزي كليتون يلمسها الورتاني وموجود سلام القزداوي في منطقة الجزاء. اثنين واحد هدف الترجي الأول، دقيقة ونصف ضمن الوقت المضاف للفترة الأولى. القزداوي ينجح في اللي فشل في تحقيقه منذ 9 دقائق. الالتحاق بحجرات الملابس ورابع ديربي في رادس لا يزال مفتوح على كل الاحتمالات. ضغط الترجي عند العودة إلى الميدان بدأت مع جوهر المناري يصوب تلمس يامل بالذكري وهناك عصام جمع. تصدي حارس الإفريقي علي بومنيجن، فرصة التعادل 2-2 ضاعت على ترجي. مباراة دون أخطاء بإمضاء الحارس الدولي علي بومنيجن. زعيم في الجهة اليسرى هذه الدقيقة 59 أمام زوز مدافعين، زعيم يراوغ ثم يسقط. السيد فولفغانغ شتارك الألماني مبدئيا قريب من العملية يأذن بمواصلة اللعب. 25 دقيقة عن النهاية هجوم فريق باب سويقة أصبح مع التيفي وماركوس. في البطولة النادي الإفريقي عنده أحسن خط هجوم إلى الحين ب40 هدف، كذلك أحسن هداف السليتي ب10 نجاحات صحبة ماركوس. السليتي يلتحق بزملائه من أجل 20 دقيقة أخيرة. حمدي المرزوقي في الرقابة على عصام جمعة، تدخل والحكم الألماني
كما شاهدناه لا يسامح في مثل هذه العمليات. انذار ثاني ضد المرزوقي يساوي الورقة الحمراء. فائز 2-0 قبل إقصاء المولهي، قبل هدف القزداوي والإقصاء الثاني ضد المرزوقي. الإفريقي سينهي بثمانية لاعبين وحارس. يعني زوز خارجين راس راس، ما نجمش يعني، ما عندي حتى حل آخر، يلزمني نقوم يعني التصرف الاخراني كان يعني يلزمني نتكل، يلا غالب كان ما كانش في بلاصته، حتى كان يعني ما تكليتش كانوا باش يخرجوا راس راس، يعني حاولت باش نمنع يعني المرمى نتاعي من هدف. هذه الدقيقة 82 أصبح سيناريو هجوم ضد دفاع. مراد المالكي مرفوعة نحو القائمة الثاني لمعين الشعباني دون ضجيج مرة أخرى. حارس باستيا سابقا علي بومنيجل يخرج مباراة كبيرة في شوط ثاني. أظهر خلال وترجي إصرار ضعف مع الاستماع لهزيمة النجم في صفاقس. النادي الإفريقي يدافع بثبات. دقيقتين قبل هذا الانتصار اللي يبحث عليه الفريق منذ موسم 97-98 جوهر المناري طويلة لمن؟ لمعين الشعبان. سنين على غرار هدف السليتي ذهابا، هذه المرة الشعباني يعود بالترجي الرياضي في اللحظات الأخيرة بعد ثنائية مباراة الهلال السوداني، بعد الإصابة وكذلك بعد أخطاء النصف ساعة الأولى. الكرة تعود لتنصف مدافع ترجي معين الشعباني. هدف الشعباني يساوي نقطة ثمينة للترجي. النادي الإفريقي يقدم 45 دقيقة أولى محترمة جدا. زوز أهداف لم تكن كافية لأنها مرفوقة بزوز ورقات حمراء. ما لعبش دفاع الشوط الثاني بعد خروج ناقص ملاعبي، ناقص ملاعبي ويزيد إصابة وناقص زوز ملاعبية. المقابلة حظ ياسر عند الترجي اليوم، حظ برشا حظ عند الترجي. زوز ورقة حمر وتغيير اضطراري ورقي ملعبت ايش اليوم. احنا قلنا بخطاء في الشوط الاول ما نش نلعب، شوف خطط الماتش مليح ما نش نلعب، هذا الماتش كوريت. اما الحاجه اللي قلت انا لعبيه بسكت الحكمه في الشوط الاول ما دخلناش فيه.